ربما يعني أرادت دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية أن تجبر اللبنانيين على الاهتمام بلبنان. يعني نحن في الواقع كأننا يعني أصبحنا لبنانيين أكثر من اللبنانيين أنفسهم. اليوم لنفترض أنه استقال جورج أرداحي أو أقيل جورج أرداحي، سيأتي مكان جورج أرداحي جورج أرداحي آخر. بأن القوة السياسية هي قوة مفقود الأمل فيها في الواقع، ولا هي إما أنها لا تريد أو أنها عاجزة أو أنها متواطئة في الأساس. لذلك أعتقد الذي يتحمل المسؤولية مش الشعب اللبناني، اللي يتحمل المسؤولية الرئيس اللبناني، عليه مسؤولية تاريخية. مهما بلغت قوة حزب الله لن يستطيع تغيير هوية لبنان العربية. دكتور محمد عبار الجمعة، دكتور عبد الرحمن العناد، الأستاذ بديع قرحاني، الأستاذ نوف الضو، وينضم إلينا إن شاء الله الدكتور فهد الشليمي بعد قليل إن شاء الله بإذن الله. بداية نرحب بكم جميعا ونتشرف بانضمامكم إلينا في هذه الندوة، وإن شاء الله نخرج بتوصيات إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله تفيد مراكز صنع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي وفي لبنان من أجل رفع الصدع إن شاء الله بإذن الله، وتعود العلاقات إلى أطيب ما كانت عليه إن شاء الله بإذن الله. بداية نحب نوجه سؤالنا لنطرح سؤال عام حول أزمة العلاقات الخليجية اللبنانية، ونتمنى مشاركة الدكتور محمد مبارك جمعة معنا. هل تعتقد حضرتك أن أزمة العلاقات الخليجية اللبنانية وراءها حزب الله هو الأساس الأزمة بتدخله في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي وباعتباره ذراع عسكرية لإيران في المنطقة؟ السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير جميعا، وتحياتي لك أستاذ وليد والأخوة المدعوين الحاضرين معنا. طبعا في النطاق الضيق ربما نقول أن المسؤول عن سوء علاقات لبنان مع جيرانه في مقدمتها طبعا المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون، في النطاق الضيق نستطيع أن نقول أنه حزب الله، وسواء تدخلاته في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وأيضا دول عربية أخرى، لا نغفل أيضا جمهورية مصر العربية، ولكن في النطاق الأوسع والأشمل فإن النظام الإيراني هو السبب الفعلي في تدهور هذه العلاقات. لا توجد هناك في الواقع يعني إرادة في الداخل اللبناني في الوقت الحالي، هي إرادة مسلوبة للانتقال إلى نظام الدولة، الدولة بمفهومها الصحيح والقانوني، ولكن يوجد هناك حزب يستحوذ ويستولي على صنع القرار. في مقابل ذلك توجد عملية سياسية أقرب ما تكون إلى كونها صورية من خلال الحكومة الموجودة حاليا والحكومات السابقة طبعا التي يسيطر عليها حزب الله ويسيطر على قرارها، وبالتالي هذا يعتبر امتداد مباشر لسيطرة النظام الإيراني على مفاصل صنع القرار في الداخل اللبناني. طبعا هذا الوضع أدى إلى تدهور العلاقات بين لبنان ليس فقط مع دول الخليج، وإنما أيضا مع مجموعة كبيرة من الدول العربية وأيضا دول أخرى ربما لا يتم التطرق إلى تدهور علاقاتها مع لبنان من الناحية الإعلامية، ربما لعدم اهتمام الإعلام بتسليط الضوء عليها. ولكن حالة انعدام الدولة الموجود في لبنان بسبب عدم قدرة الدولة أساساً على السيطرة على مفاصل صنع القرار، على السيطرة على طبعاً العناصر الأساسية والأركان الأساسية للدولة مثل الجيش، مثل الشرطة، مثل أيضا الوزارات والمؤسسات الصلبة في الدولة، يعني نتج عنه عدم قدرة لبنان على التواصل مع الآخرين، عدم قدرة لبنان على إثبات أن بإمكان الجماعات السياسية الموجودة طبعا في الداخل حاليا على مختلف أنواعها أنها تستطيع في الواقع أن تعيد مفهوم الدولة إلى لبنان. لذلك الحديث في الواقع أستاذ وليد، الحديث في الواقع يعني عن لبنان وكأننا نتعامل مع الدولة بشكل طبيعي واعتيادي وتقليدي هو أبعد ما يكون عن الواقع. نحن نتحدث عن نظام يهيمن عليه النظام، يعني نظام سياسي يهيمن عليه النظام الإيراني
بشكل تام وكامل، ولا توجد هناك إرادة يعني قادرة على صنع اختلاف وعلى صنع يعني لبنان كدولة، لبنان يعمل وفق منظومة عربية، منظومة إقليمية. خرج لبنان من عمقه الاستراتيجي العربي، خرج من العلاقات التي يفترض أن تكون علاقاته الأساسية بالدرجة الأولى مع المحيط العربي والخليجي، ودخل إلى المدار الإيراني والنطاق الإيراني، ولم يعد بإمكان لبنان في ظل هذه الظروف أن 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 يقوم بنسج علاقات طبيعية، ولا يفترض أن يتوقع أن تكون هناك أيضا علاقات طبيعية من الجانب الآخر تجاه الوضع في لبنان. لذلك إجابة على سؤالك، نعم حزب الله في المنظور الضيق، ولكن النظام الإيراني وراء طبعا هذا التدهور، وسبب قدرة النظام الإيراني على الوصول إلى عمق العمق اللبناني والضرب في القدرة السياسية والقدرة الوطنية على إيجاد حكومة مستقلة قادرة على إدارة الدولة بعيدا عن الأفكار والتوجهات الحزبية، هو الأساس في الواقع في هذه المشاكل التي الآن تطفو على السطح وطفت على السطح منذ فترة طويلة جدا مع دول الخليج بالدرجة الأولى ومع عدد من الدول العربية بالدرجة الثانية. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور عبد الرحمن العنادي، لأي مدى تتفق مع طرح الدكتور محمد مبارك جمعة في ما قام بتحليله وفيما رصده فيما يتعلق بالعلاقات بأزمة العلاقات الخليجية اللبنانية؟ حييك أستاذ وليد والضيوف الأفاضل، وسعيد يعني بالانضمام لكم لنستفيد من رؤاكم حول هذه القضية التي تعتبر من قضايا الساعة الواقع. طبعا أنا أتفق كثيرا مع الأستاذ محمد فيما ذهب إليه، ولا أعتقد أن يعني هناك من يختلف مع وجهة النظر سواء للدور الإيراني أو لاختطاف الدولة اللبنانية من قبل ميليشيا حزب الله. بس خليني أولا أعبر يعني عن استيائي الشخصي، يعني أن تصل الأوضاع العربية وأوضاع لبنان تحديدا إلى هذا المستوى من انعدام السيادة وانعدام القرار الرسمي للدولة اللبنانية. يعني الدولة اللبنانية للأسف بسلطاتها الثلاثة التنفيذية، الحكومة والتشريعية، البرلمان والقضائية، يعني أصبحت يعني تحت سلطة حزب الله، لدرجة يعني هذا الحزب يتدخل حتى في القرارات القضائية وفي طلب القضاء وإقصاء القضاء. يعني أمر للأسف الشديد، يعني أن يصل لبنان أو أي دولة أخرى تصل لهذا المستوى من التحكم من قبل ميليشيا داخل دويلة داخل الدولة أو حزب داخل الدولة. طبعا يعني اللي حصل الآن فيما يعني العلاقات الخليجية اللبنانية هو نتيجة طبيعية لما وصل له الوضع في لبنان. ونحن يعني ربما يعني أرادت دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية أن تجبر اللبنانيين على الاهتمام بلبنان. يعني نحن في الواقع كأننا يعني أصبحنا لبنانيين أكثر من اللبنانيين أنفسهم. اللبنانيين الشعب اللبناني المغلوب على أمره ربما يسكت خوفا من الحزب أو خوفا منه أو خوفا عليه، فإما ناس متعاطفين مع الحزب ويريدون يعني هذه الهيمنة بل ويعززونها بدعم طبعا خارجي إيراني، أو خوفا من الحزب لدرجة إن أصبح الرضا عن الحزب ودعم الحزب وترويج الحزب وعدم انتقاب الحزب أحد أهم شروط النفاذ في لبنان، النفاذ اقتصاديا والنفاذ سياسيا والنفاذ برلمانيا والنفاذ في كل أماكن الدولة. أصبحت هذه هي ورقة يعني مرور. هذا يعني وضع مؤسف، وما قامت به المملكة ودول الخليج معها هو محاولة لإجبار اللبنانيين لاتخاذ قرار بأنفسهم، لأن لن يصلح لبنان إلا اللبنانيون أنفسهم. نحن لا نستطيع أن يعني نصلح لبنان، ولكن وأعتقد أن يعني غالبية حكماء اللبنانيين من السياسيين والبرلمانيين والنخب وقادة الرأي يعرفون الوضع اللي وصل له لبنان، لكنهم على قولة المثل العين بصيرة واليد قصيرة، لكن كثرة الضغط ربما يعني
تجبرهم على الظهور كما ظهر الشارع في فترة من الفترات قبل أن يتم قمعه وإسكات الصوت اللبناني في المظاهرات اللي سادت في فترة معينة. لا شك يعني أن وضع لبنان يعني محزن جدا، محزن لنا، ونأمل إن شاء الله أنه يعود لرشده من أجل اللبنانيين أنفسهم وليس من أجلنا. دول الخليج والمملكة العربية السعودية تستطيع أن تعيش بلبنان وبغير لبنان، والبدائل كثيرة سواء لواردات لبنان أو للبنان كوجهة سياحية وثقافية وسياسية. إنما لبنان قد لا تتوفر لها بدائل كثيرة على الدول الخليج العربي. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن العناد. الحقيقة حضرتك أثرت نقطة غاية في الأهمية، وهو الانطباعات أو النتائج المترتبة على الأزمة، أزمة العلاقات. المتضرر الأول والأخير فيها هو الشعب اللبناني، وربما هذا ما لا يدركه ميليشيات إيران في المنطقة وخاصة حزب الله والموالين له. لذلك أحب أن أطرح على السيد بديع قرحاني حول تضرر الشعب اللبناني من أزمة العلاقات الخليجية اللبنانية وعدم دراية ميليشيات إيران وحزب الله وزراع إيران في المنطقة بهذه الأزمات وانعكاسها على الانعكاس السلبي على الشعب اللبناني. تفضل حضرتك. يعني سلامي للجميع، يعني كما تفضل الدكتور من المملكة العربية السعودية. ولكن بالبداية بشكل سريع، يعني علاقة المملكة العربية السعودية بلبنان هي علاقة تاريخية منذ نشأة لبنان الكبير، وكلنا يعلم أن أول سفير للمملكة العربية السعودية في واشنطن كان لبناني مسيحي أو أمريكي سعودي يحمل الجنسية السعودية من أصل لبناني على ما أعتقد لفترة طويلة. وعندما سمي لبنان بسويسرا الشرق كان ذلك يعود بفضل الدعم تحديدا من المملكة العربية السعودية ومن جميع دول الخليج، من الكويت ومن الإمارات ومن قطر ومن، ولكن المملكة العربية السعودية كانت الداعم الرئيسي للبنان عندما سمي بسويسرا الشرق الأوسط. لا أريد أن أعود إلى الماضي كثيرا، ولكن نحن في لبنان للأسف دائما نحمل الآخرين المسؤولية، يعني حرب الآخرين على أرض لبنان. هذا الكلام كنا نسمعه حتى أيام الحرب الأهلية في لبنان. المسؤولية أولا وأخيرا تقع على عاتقنا نحن كشعب لبناني. وربما أختلف مع الضيف من المملكة العربية السعودية، لا أحد يخاف من حزب الله نهائيا. الأصوات ترتفع دائما وبشكل دائم، ولكن قوة حزب الله للأسف الشديد أقولها كما هي، قوة حزب الله هي بسبب ضعف الآخرين، وليس الموضوع مرتبط بقوة عسكرية. اليوم تم تهميش يعني مركز رئاسة الحكومة في لبنان، المركز السني الأول في لبنان لا قيمة له، وهذا يعود بسبب الأشخاص الذين تولوا هذا الموقع منذ فترات عديدة، حيث تحول المركز عوضا أن يكون هناك رجال دولة تحمي الدولة كدولة وتحمي الطائفة أيضا، نحن في بلد طوائف أولا وأخيرا، بل كان دائما الهدف يكون السعي بالوصول إلى السلطة من أجل مصالحهم الخاصة. وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية كانت واضحة جدا وبصورة خاصة في الآونة الأخيرة، وهذا كلام جاء على لسان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما تحدث في الأمم المتحدة وأعطى الأساس أزمة لبنان وكيف الوصول إلى الاستقرار والازدهار في لبنان، وهو بتطبيق القوانين الدولية التي صدرت وبصورة خاصة القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة. لا يمكن لميليشيا خارج الدولة وسلاح خارج الدولة أن يهيمن على قرار الدولة. وهنا أيضا أقول أن السبب الأساسي هو ضعف الآخرين وليس قوة حزب الله. نحن في بلد طوائف، الجيش هو 6-6 مكرر، كل الطوائف موجودة بنفس الحجم، الشيعة والسنة والمسيحيين، بالأمن الداخلي كذلك، كل أجهزة الدولة هي على قاعدة 6-6 مكرر بين الطوائف. لماذا يعني الطرف المدعوم من حزب الله قوي والطوائف الأخرى ضعيفة؟ أعتذر على استخدام اللغة المذهبية والطائفية، ولكن هذا هو الواقع في لبنان، لأنه للأسف لبنان منذ نشأته، يعني أسمح لنفسي بهذا التعبير، هو أشبه بطفل الأنبوب الذي يحتاج دائما إلى رعاية. والتجربة اللبنانية للأسف دائما كانت لابد من وصاية تدير هذا البلد. اليوم العالم كله بأكمله تغير. اليوم فرنسا، نجد أنه مثلا فرنسا في الآونة الأخيرة باتفاق بين الرئيس ماكرون وإيران
تم تشكيل هذه الحكومة التي يرأسها الرئيس مئاتي اليوم. فرنسا لم يعد يهمها الوجود المسيحي في لبنان، يهمها شركة توتال بإيران أكثر من الوجود المسيحي بأكمله. دول الخليج اليوم تطورت بشكل سريع جدا، وهذا أنا شخصيا يعني لا أحب أن يكون اللغة بين اللبنانيين، وتحديدا أعتذر مجددا على استخدامي للغة الطائفية. أنا كمسلم سني من واجبي الشرعي والعروبي أن أكون إلى جانب المملكة العربية السعودية وإلى جانب دولة دول الخليج في مواجهة الاجتياح الفارسي والهيمنة الفارسية على المنطقة، لأن هذه الدولة إيران وعبر ذراعها الأساسي في المنطقة وهو حزب الله الذي يمتد من بيروت إلى اليمن إلى بغداد إلى سوريا أساساً ينطلق من صراع مذهبي وطائفي. نحن لا نحارب هذه يعني لا نحارب حزب الله كشيعي، ولكن هم يحاربوننا على هذا الأساس ويهيمنون على البلد بهذا الأساس، وهنا يأتي ضعف كل القوى السياسية، وهذا المجال يكون أستاذ نوفل يمكن متمكن أكثر مني. كل الأطراف السياسية في لبنان وما تسمى بالسيادية أو بالمعارضة لحزب الله أضخم مشروع يقولوا تعالوا لنعمل انتخابات مبكرة ربما تتغير المعادلة. لن يتغير شيء، يعني حزب الله أعلن على لسان أحد نوابه في الفترة السابقة من أن بندقية حزب الله هي من أتت بميشيل عون رئيسا للجمهورية، وأنا أقول ببندقية حزب الله جاء الرئيس نجيب ميقاتي أيضا رئيسا للحكومة، وسوف يأتي غيره لسبب بسيط أنه لا يوجد دولة في لبنان. الأطراف المعارضة لحزب الله وللأسف الشديد ما زالت تتصارع فيما بينها على مكاسب سلطوية داخل هذا البلد، أكثر من بالرغم من الخطورة ربما الأخطر الذي يمر فيه اليوم لبنان مقارنة بتاريخه، أن هناك محاولة لتغيير هويته. إن القضية لا ترتبط بمصلحة اقتصادية بين المملكة وبين لبنان وبين دول الخليج وبين لبنان، على الشعب اللبناني أن يقرر هل هو مع عروبة لبنان، هل هو ضمن هذا المحور أم لا، وليتحمل نتائج هذه المسؤولية. وللأسف أن ما تعانيه المملكة العربية السعودية في لبنان، ويعني في المرحلة الأخيرة ما سمعناه من وزير الإعلام اللبناني هو ليس فقط يعني مدان هذا الكلام، هو أساساً يخالف كل المواقف التي صدرت عن الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي أدانت الانقلاب الحوثي في اليمن وأدانت الأعمال الشنيعة التي قام بها الحوثيون في اليمن. ولكن كان الأجدب وزير الإعلام اللبناني، وهذا من مهامه وليس على تصريح بل اتخاذ موقف، من أن هنا في بيروت هناك فضائية تسمى المسيرة تحرك كل لحظة ضد المملكة العربية السعودية وتحرك ضد دول الخليج وتبس وتعمل من بيروت، وهناك قناة اللؤلؤة التابعة للمعارضة البحرينية الشيعية التي أيضا تبس من بيروت وتحرض على البحرين وتحرض على المملكة العربية السعودية وعلى الإمارات وعلى الكويت. هذا هو واجب وزير الإعلام عوضا من أن يذهب ويتدخل في موضوع أساسا هو يعني مدان من قبل الجامعة العربية ومدان من قبل المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة، والكل يقول ويتحدث عن انقلاب الحوثيين وإجرام الحوثيين بينما وزير الإعلام اللبناني لا يريد أن يتحدث عن ذلك. أنا أدعو أو أعتقد أنه لا حل في لبنان إن لم يقوم بذلك الشعب اللبناني هو نفسه. فلننسى يعني مساعدة دول الخليج سواء ساعدونا أو لم يساعدونا، هل نحن موافقون على تغيير هوية هذا البلد أم لا؟ هذا هو السؤال الأساسي. التداعيات معروفة، يعني في حال يعني كما تفضل الدكتور من السعودية لا يوجد لدينا أصوات لا في بغداد ولا في إيران لدى الشعب اللبناني. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ بديع. بننتقل الاستاذ نوفل ضو، ما رايكم في طرح السيد بديع قرحاني حول ان لبنان مثل طفل الانبوب، متى الطفل الخديج سوف ينضج ويحيا حياه طبيعيه؟ هل تعتقد ان بالامكان تحييد ميليشيات حزب الله وبالإمكان السيطرة عليها من أجل عودة العلاقات الخليجية اللبنانية؟ مساء الخير. أولا أنا لا أختلف مع الجميع على المقاربة بخطوطها العريضة، ولكن صاحب تعابير أخرى في الحديث عن الواقع اللبناني أو في ترجمة سياسية لما هو قائم في لبنان. أنا أقول بصراحة وبكلام مباشر أن لبنان خاضع للاحتلال الإيراني، يعني لا أقول لا كلمة أسير ولا كلمة مسيطرة ولا إلى ما هنالك، هناك واقع عملي، هناك احتلال إيراني للبنان.
اثنين، هناك من يقول بأنه أن القول بأن هناك احتلالاً إيرانياً كلام غير صحيح، لأن المشكلة هي حزب الله وحزب الله اللبناني. أنا أرد على هذا الواقع بأن أقول بأن الماريشال بيتان الذي كان ذراعاً للاحتلال الألماني لفرنسا كان فرنسياً أيضاً، وبالتالي هذه الحجة لا تستقيم لأن هناك احتلالاً إيرانياً مباشراً. وفي مطلق الأحوال إيران نفسها أعلنت قبل أشهر قليلة، قبل أسابيع قليلة، وهي تعلن ذلك منذ سنوات، بأن حزب الله هو جزء من الآلة العسكرية الإيرانية، وأن إيران أنشأت 6 جيوش في 6 دول عربية، وبالتالي حزب الله هو واحد من هذه الجيوش. الآن الجنسية والهوية والبطاقات التي يحملها أعضاء هذا الحزب موضوع تفصيلي، وأصبحت يعني أصبح النقاش فيها نقاش غير مجدي، لأن الآلة العسكرية التي تسيطر على لبنان، التي تحتل لبنان، هي آلة إيرانية. انطلاقا من هذا الواقع، تتصرف إيران كما يتصرف أي احتلال في العالم عبر التاريخ. أولا يأتي هذا الاحتلال ويسيطر على الدولة بالقوة العسكرية، ثانيا يأتي بمنظومة سياسية يضعها في الواجهة وتحت اسم الديمقراطية، وأن هذا الشعب اللبناني أو هذا الشعب الفلاني هو الذي يحكم نفسه بنفسه، وبالتالي هذه المنظومة السياسية التي يأتي بها تصبح منظومة تغطي مشروع الاحتلال وتنطق باسم الاحتلال عوض أن تنطق باسم مصلحة الدولة التي تمثلها. أنا أختلف مع زملاء في القول أو مع كثيرين في القول بأنه اللبنانيين غير قادرين. أنا أقول بانطلاقا من مثل فرنسي يقول pouvoir c'est vouloir، يعني إن كنت تريد الشيء فعليك أن ترغب في القيام بهذا الشيء. المشكلة في لبنان ليست مشكلة قدرة، هي مشكلة إرادة عند هذه المنظومة السياسية والطبقة السياسية. هذه الطبقة السياسية لا تريد أن تواجه حزب الله، ليس أنها ضعيفة وغير قادرة، غير صحيح أنها ضعيفة وغير قادرة، هي لا تريد، هي متواطئة، هي متعاملة، هي عن سابق تصور وتصميم. لم يلزم أحد رئيس الجمهورية بأن يكون رئيس جمهورية بهذه الظروف وموازين القوى الحالية، لم يلزم أحد رئيس الحكومة بأن يتولى منصبه، لم يلزم أحد النواب والوزراء بأن يتولوا منصبهم، هم الذين استماتوا في الحصول عليها وتنازلوا إلى أقصى درجات التنازل والزحف والانبطاح وحتى أقول العمالة لإيران ولحزب الله ليتولوا المسؤوليات التي هم فيها الآن. كلهم جيء بهم ليقوموا بالدور الذي يقومون به الآن، وبالتالي ما هو المخرج؟ طبعا إذا أردت أن أسب أكثر وأقول بأنه من بعد أن يأتي الاحتلال بالمنظومة السياسية يأتي بمنظومة اقتصادية دورها الأساسي هي امتصاص الثروة الوطنية، وهي سرقة الشعب في سبيل حصول هذا الاحتلال على الموارد التي تضمن له بتمويل احتلاله. هذه هي قاعدة عامة في الاحتلالات التي تعمل في كل دول العالم عبر التاريخ. نحن الآن أمام الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، سبب هذه الأزمة هو الاحتلال الإيراني، لأن هناك إيران التي تمتص قدرات الشعب اللبناني، هي امتصت المصارف اللبنانية، هي امتصت الاحتياطات الموجودة في مصرف لبنان، هي امتصت مقدرات الدولة، وليس في خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ العام 1990 على الأقل، ومنذ العام 1982 هي تسيطر على التجارة، هي أقامت اقتصادا موازيا في لبنان، هي ابتدعت لعبة أنا التي أسميها لعبة سلاح دمار شامل، موضوع المخدرات، يعني يوازي الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية، لأنه يدمر مجتمعات بأمها وأبوها. هذه البدعة التي أتى بها حزب الله لتمويل نفسه أيضا هي بدعة مدمرة للمجتمع اللبناني وللمجتمع العربي. اليوم المجتمع العربي يتحدث عن حبوب الكبتاجون وعن المخدرات التي تصل إليه، هذا من حقه، ولكن علينا أن ننسى بأن المجتمع اللبناني أيضا يضربه حزب الله بهذه الآفة. المجتمع اللبناني يعاني، الجامعات في لبنان تعاني، الشباب في لبنان يعانون أيضا نتيجة هذا الواقع، وهذا الأسلوب هو أسلوب تدميري لجيل الشباب لكي لا يتمكن من مواجهة الاحتلال الإيراني للبنان، تماما كما أن استهداف المجتمعات العربية واستهداف إيراني للطاقة الشبابية المتجددة التي تتولى السلطة والإدارة في هذه المرحلة، والتي تحلم ببناء دول، والتي وضعت رؤى مستقبلية لعشر سنوات وخمستعشر سنة مقبلة من أجل بناء الاقتصاد وبناء الإنسان، كل هذه الأمور يستهدفها حزب الله في هذه المرحلة. انطلاقا من هذا الواقع، قول اليوم كيف الخروج من الأزمة؟
الخروج من الأزمة. أنا أقول أنه إذا كان لدول مجلس التعاون الخليجي وللدول العربية مسؤولية واحدة في هذا المجال، مسؤولية واحدة وهي مسؤولية غير مباشرة، هي ألا تراهن على هذه المنظومة السياسية التي راهنت عليها من جديد. يعني أقول بأنه كما أن اللبنانيين لا يجوز أن يراهنوا على لبنانة حزب الله وعلى تعريب حزب الله لأن حزب الله هو مشروع إيراني صرف، أقول بأن على اللبنانيين وعلى العالم العربي ألا يراهن على أحد من هذه المنظومة السياسية والحزبية التي لا تواجه حزب الله كما يجب أن تواجهه، ليس بالكلام، ليس بالقول بأنه والله نحن ضد مشروع حزب الله، لا، عليك أن تواجه. أن تواجه يعني ألا تقبل بأن تكون شريكا معه في السلطة، لا في مجلس النواب ولا في حكومة ولا في الإدارة ولا في أي مكان آخر، مكانك في المقاومة. والذي يقول لي هل أترك الدولة لحزب الله، عمليا من الأفضل أن تكون خارج هذه السلطة وفي موقع المقاومة من أن تكون داخل السلطة بمن يغطي ويعطي شرعية لهذا الحزب الذي يحتل لبنان نيابة عن إيران أو الذي يحتل لبنان بتكليف مباشر من إيران. لذلك أنا أقول بأنه الرهان اليوم للخروج من الأزمة التي نحن فيها هي على قادة الرأي، على الإعلاميين الأحرار، على الطبقة الشبابية الواعية التي تعي هذه المشكلة، وبالتالي إذا كان لابد من دعم معنوي، إذا كان لابد من رهان، إذا كان لابد من مد يد تعاون وشراكة سياسية فهي مع هذه الطبقة، لأن هذه الطبقة الجديدة هي التي يمكن أن تبني لبنان من جديد بعد تحريره من الاحتلال الإيراني. أما الرهان على المنظومة السياسية والحزبية القائمة من أجل تحرير لبنان فرهان على سراب ووهم، لأن مشروع كل هؤلاء هو السلطة. ما هو حجمي في السلطة المقبلة؟ لنفترض أن أي، بدون أن أسمي أسماء، لنفترض أن أي من هذه الأحزاب السياسية حتى التي تدعي بأنها تواجه حزب الله ذهبت إلى الانتخابات في آذار أو في أيار المقبلين وفازت بأكثرية معينة، كيف ستصرف هذه الأكثرية في اليوم التالي؟ ستذهب إلى حزب الله وتقول له أنا حجم النيابي هو كذا وبالتالي أعطيني هذا العدد من الوزراء، يعني عدنا إلى الشراكة مع حزب الله، يعني عدنا إلى الشراكة مع الاحتلال. المطلوب في هذه المرحلة المواجهة، المقاومة. المواجهة والمقاومة لا تعني السلاح بالضرورة، تعني اتخاذ قرار برفض هذا الأمر الواقع وترجمة هذا القرار على أرض الواقع من خلال تصرف سياسي واضح وليس من خلال كلام إنشائي بدعم المملكة وبدعم الدول العربية وبالتشديد على الأخوة وإلى ما هنالك. كل هذه التعبير الممجوجة سألنا منها. حضرتك أثرت نقطة غاية في الأهمية وما يتعلق بالتأثر الاقتصادي وتأثر لبنان بالناحية الاقتصادية، ولذلك ده يخليني أطرح على دكتور فهد الشليمي كيف ترى. بس في أعطي ملاحظة صغيرة لو سمحت. أنا آخر همي الموضوع الاقتصادي والمالي، أنا تهمني هويتي. حلو، بنرجع تاني للقضية. دكتور فهد الشليمي، كيف ترى حضرتك في ظل هذه الأزمة وفي ظل التصريحات غير المسؤولة من بعض المسؤولين اللبنانيين ما بين فترة وأخرى، كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية اللبنانية إذا استمر حزب الله في المشهد السياسي وإذا استمر في الهيمنة على صنع القرار في لبنان؟ تفضل. أهلا وسهلا، أهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، وأرحب بضيوفك الكرام، وأرحب بكم وأشكر الحقيقة صحيفة الوطن اللي نظمت هذه الفعالية في الشأن اللبناني. وأبدأ بالقول عندما يستلم الرئيس اللبناني حسب المادة 50 من الدستور اللبناني يجب عليه أن يقسم اليمين، وهذا اليمين يقول فيه أحلف بالله العظيم أن أحترم الدستور أو أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضي. هذا هو الرئيس، وأنا أعتقد المسؤولية الآن تقع على الرئاسات الثلاث. يعني الشعب اللبناني شفنا مظاهراته مثل ما يقولون ما بده حزب الله ولا بده مشاكل، والشعب اللبناني يريد مصلحته، لكن في الواقع لبنان ابتلي بمجموعة من السياسيين الذين لم يدافعوا لا على سيادة الوطن من الاحتلال الإيراني ولا على مصالح الوطن في تعاملهم مع إيران ولا على الأمن الوطني اللبناني. وبالتالي أنا أعتقد
اللي لازم احنا نعمل مينيمايز ذا دامج، نقلص الاضرار، وتقليص الاضرار لازم معالجه الاخطاء. نعم حزب الله متحكم الحقيقه، وحزب الله هو الدوله العميقه الموجوده في لبنان، وباقي بعض الوزراء اللي من الاحزاب الاخرى او من الطوائف الاخرى يعني موجودين، ولكن نعرف ان الامور تدار من قبل تحالف بين حزب الله وبعض التيارات الاخرى للسيطره على هذه الامور. الان هل احترموا الامن؟ امن لبنان له زراعه الكبتاغون موجوده في الجنوب. هل احترموا عدم تدخل لبنان في الشؤون الداخليه؟ الاجابه لا، الحوثي يتدرب في بعلبك وتبث محطه المسيره منه ايضا موجوده في لبنان. هل تعاملوا بالمثل بين الدول الخليجية أو الدول العربية وإيران؟ لا، لم يتعاملوا. وقف السيد نصر الله وقال على فوق السطح أموالنا ورواتبنا وسلاحنا كله من لبنان، يعني بشكل واضح، بينما لم يتحدث أي سياسي آخر وقال والله المساعدات والدعم والوظائف كلها من دول الخليج مثلا أو كلها من فرنسا إطلاقا. النقطة الثانية، هل السياسيين اللبنانيين راعوا مصلحة المواطن اللبناني؟ الإجابة لا، لم يراعوا مصلحة المواطن اللبناني لسبب بسيط، لأن في أكثر من نصف مليون أخ وشقيق لبناني يعملون معنا في الخليج ولم ترعي. قل لي كم لبناني يعمل في إيران، قل لي كم لبناني يحول أموال إلى عائلته أو إلى أسرته أو يبني له بيت في وطنه الرئيسي من إيران؟ الإجابة زلج، زيرو، ما في. حجم التبادل التجاري ما بين الدول الخليجية مجتمعة وواردات لبنان وصادرات لبنان وحجم التعامل مع إيران، كل موازين التبادل التجاري، كل موازين التبادل السياسي، كل موازين الأمنية، كلها يجب أن تميل للكفة العربية وليست للكفة اللبنانية. لذلك أعتقد الذي يتحمل المسؤولية مش الشعب اللبناني، اللي يتحمل المسؤولية الرئيس اللبناني، عليه مسؤولية تاريخية. الرئيس اللبناني سوف يلعنه التاريخ ويلعنه أهل لبنان إذا لم يتحرك وينقذ لبنان، لأنه هو له تأثير في هذا الموضوع، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري، بالإضافة إلى رئيس الوزراء. لذلك أحمل الرئيس اللبناني وأحمل الحقيقة السيد نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني هذه المسؤولية التاريخية. يعني من مدة طويلة، وهذا ليس الحقيقة منه على الأخوة في لبنان، لا، يعني هذا واجب لأنه كان في دولة مواجهة، ولبنان من الدول اللي الاستثمار فيها مجدي، لكن في خلال 15 سنة الأخيرة لا، احنا شاهدنا تغول لحزب الله. حزب الله هو من تحرك من الحدود اللبنانيه الى الاراضي السوريه وقتل المواطنين في القصير. حزب الله هو من جند خلايا التجسس عندنا في الخليج. حزب الله باعلامه هو من يهاجم مملكه البحرين ويهاجم المملكه العربيه السعوديه. حزب الله هو من ارسل مدربين الى الحوثي لتدريبهم على الصواريخ وضرب المملكه العربيه السعوديه وتدريبهم على المسيرات. إذن هذا الحزب فيه جزء من الشريحه اللبنانيه معادي يا جماعه لنا، وهذا الجزء الان هو المتقلب. إذن الواجب على القيادات السياسيه اللبنانيه ان تتضامن ضد هذا الحزب، لا نقول مواجهه، على الاقل تضامن سياسي. احنا وجدنا هذا الحزب ليه قطاع سياسي بالتعاون مع التيار الوطني الحر، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، بالتعاون مع مجموعات أخرى. بالتالي أنا أعتقد يجب أن يتحمل السياسيين مسؤولية شعبهم. وأيضا الحقيقة أنا أطالب الأخوة والأخوات في لبنان أن يبينوا هذا الموضوع في التواجد في الساحات، لا نقول مظاهرات عنيفة، لكن تواجد في الساحات علشان CNN، BBC، وكل وسائل الإعلام تنقل اعتراض المواطن اللبناني العادي على هؤلاء، على بعض السياسيين الفاسدين. من الذي أدخل نترات الأمونيوم إلى موانئ لبنان؟ دول الخليج؟ الإجابة لا، اللي أدخلها الموالين لحزب الله وحزب الله. من الحقيقة يعني من الذي ينقل المخدرات؟ هل هي دول الخليج؟ الإجابة لا، حزب الله هو من يتورط في هذا الموضوع.
وهذه أشياء يقولها لنا اللبنانيين بأنفسهم، يعني حتى المسؤولين اللبنانيين. لذلك أعتقد أن قيام دول الخليج بهذه الإجراءات هو إجراء دفاعي وإجراء دبلوماسي بحت. نعم. يعني إجراء دبلوماسي بحت. بالتالي أعتقد الغرار يرجع للسادة السياسيين اللبنانيين. وأنا قلت لك يتحمل رئيس الجمهورية سيد ميشيل عون مسؤولية تاريخية، لأن هذا مفصلي، بالذات لأن إيران في أضعف مناطقها الآن. إذا شاهدت الخارطة الدعم الإيراني تجد في العراق يتظاهرون ضده، ونتائج الانتخابات كانت واضحة وإن كان له بعض التأثير. في سوريا الآن في مباحثات لتأهيل نظام بشار الأسد والقيام ببعض التنازلات وعفو عام وإعطاء الفرصة للمعارضة في الدخول في الحكومة بقصد إضعاف التدخل الإيراني. وأيضا الآن له تواجد في حزب الله وفي لبنان، وشاهدنا الشعب اللبناني بكل طوائف طلع يرفض الحقيقة السيطرة الإيرانية. نعم. تفضل عندك سؤال ولا تبيني أكمل؟ الحقيقة أنا بأخذ من جزئية حضرتك المهمة، الإجراءات اللي خدتها الإجراءات اللي خدتها دول مجلس التعاون الخليجي ضد لبنان. عايز أطرح هذا الأمر. لا يوجد، خليني أصحح لك بس. لا يوجد إجراء اتخذته دول الخليج ضد لبنان. لا، هذه الإجراءات موجهة ضد سياسة حزب الله المعادية لدول الخليج. المواطن اللبناني عندنا علاقة في الكويت أو هنا في دبي أو موجود وعنده وظيفته ولم يتم حسم راتبه ولم يتم توجيه إنذار له، لا شيء إطلاقا. لكن هذه الإجراءات موجهة الحقيقة لحزب الله الذي يعني شارك بعمليات إرهابية عدائية ضد الكويت. هذا الأمر نتفق فيه مع حضرتك تماما. والحقيقة إحنا من 2016 ودول مجلس التعاون الخليجي يعني تواجه للأسف تواجه بتصريحات مواجهة من مسؤولين غير مسؤولين من لبنان، من جبران باسيل، شرب الوهبة، جورج القرداحي، وأخيرا الوزير عبد الله أبو حبيب، وكلهم كانوا مسؤولين إما وزراء خارجية أو وزراء إعلام، وتسببوا في أزمات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما بين لبنان. لهذا أنا أطرح سؤال يعني على دكتور محمد مبارك جمعة، سؤال من شقين. هل خطوات طرد السفراء وسحب الدبلوماسيين ووقف الواردات اللي اتخذته دول مجلس التعاون مؤخرا، هل هذا كافي لردع حزب الله؟ هذه النقطة. السؤال الثاني، هل تعتقد حضرتك أن استقالة الوزراء والمسؤولين اللي بيصرحوا التصريحات الغير المسؤولة، هل ده يكفي لعودة العلاقات الخليجية اللبنانية؟ تفضل حضرتك. شكرا أستاذ وليد على الشقين من السؤال، وصراحة مهم جدا ما طرحته. وأود طبعا في البداية نرحب أيضا بالدكتور فهل شليمي الذي انضم إلينا، وأتفق صراحة معه في كثير مما ذكره. أنا في الواقع أود أن أركز على الجزئية المتعلقة. طبعاً الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون هي لتسجيل موقف، يعني لنكون صرحاء في هذا الجانب، لأنه لا يمكن في الواقع أن يخرج علينا وزير إعلام أو وزير خارجية، وزير خارجية أيضاً قصته بقصة مختلفة، ويتحدث بشكل يعني فيه عدم نضج وإسفاف، وفي نفس الوقت تجهيل للحقائق و تغليب للطرف المعتدي على دول مجلس التعاون، وجعله هو في موقع المظلوم ومن يدافع عن نفسه. ونتحدث عن ما قاله تحديدا وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وبعد وإن كان هناك من قال بأن هذا الكلام قد قيل في فترة كان قبل تنصيبه وزيرا، ولكنه بعد أن تم بث هذا الأمر أمعن في تشبثه بالموقف وأكد على أنه يطرح وجهة نظر. وثم يأتي هناك من يقول بأنه لا يمثل الحكومة اللبنانية. نفس الأمر مع وزير الخارجية الذي يعني ظهرت له تسريبات يتحدث فيها بشكل واضح جدا ويسيء إلى دول مجلس التعاون وإلى المملكة العربية السعودية، إساءة واضحة جدا. ثم يخرج علينا من يقول بأنه لا يمثل الحكومة اللبنانية. إذن من يمثل الحكومة اللبنانية في هذا الجانب؟ أنا أتصور أن أحد الزملاء، أتصور الأستاذ نوفل، طرح مسألة أن هناك احتلال إيراني للبنان. طبعا ونحن نتفق مع هذا الكلام لدرجة كبيرة جدا، لأن وإن لم يكن هناك احتلال
ظاهر للعيان بمعنى وجود الدبابات ووجود الجنود في بيروت ويسيطرون على المؤسسات السيادية في الدولة، ولكن ليست هناك يعني مؤسسات صلبة ومؤسسات قادرة في الواقع على أن تثبت بأن لبنان لديه حكومة مستقلة تعمل لمصلحة الشعب اللبناني. لذلك حينما نتحدث عن وجود احتلال للبنان كما يقول الإخوة في لبنان، إذن من العبث في الواقع أن نأتي ونناقش مسائل يعني هامشية جدا عن دور هذا الوزير أو ذاك الوزير أو عن دور بعض الجماعات السياسية أو عن ما سوف يقول إليه الوضع بعد الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون. إذا كنا نتحدث عن احتلال إيراني للقرار وللمقدرات اللبنانية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه من سوف يقوم بتحرير لبنان من هذا الاحتلال؟ هناك قوة ممثلة في حزب الله لديها السلاح، هي لها اليد العليا على الدولة ولها اليد العليا على جميع القوى السياسية وما إلى ذلك، سميه ما شئت، وهذا الحزب يحمي الاحتلال الإيراني في الداخل. بالتالي نحن في الواقع أمام معضلة كبيرة جدا، مسألة لا تتعلق فقط بالموجودين حاليا ومن يمثلون القوى السياسية في لبنان في الوقت الحالي. هذا هو كان وضع لبنان منذ سنوات طويلة، وزعيم حزب الله حسن نصر الله أعلن ذلك منذ الثمانينيات بأنه يسعى إلى تكوين جمهورية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران، وقال ذلك بشكل صحيح وصريح وواضح وهو يعمل في هذا الاتجاه. طيب، هل الآن الإجراءات التي اتخذت كفيلة بأن تضع حد لهذا الأمر؟ طبعا لا، ولكن لأن مشكلة لبنان يعني أكثر تعقيدا من ذلك بكثير، فتسجيل الموقف من خلال سحب السفراء وطرد السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية مثلا أو إيقاف الواردات من لبنان إلى دول الخليج وغير ذلك، هذه كلها أمور لتسجيل موقف، لأنه لا توجد هناك حكومة في الواقع تمثل لبنان كما يقول اللبنانيون أنفسهم، لأن هؤلاء يتحدثون بطريقة لا تمثل الحكومة اللبنانية، لا تمثل الشعب اللبناني. فلأنه لا توجد هناك إرادة سياسية وقدرة من قبل الحكومة اللبنانية على أن تفرض واقعا مختلفا، فما هي الفائدة من أن تستمر دول مجلس التعاون في التغاضي عن كل ما يصدر من إساءات من قبل بعض الأفراد والعناصر؟ ونتي في الواقع يعني لنكن صرحاء، نحن وصلنا إلى درجة بدأنا نعتقد بل ونؤمن بأن هناك من يدفع هؤلاء إلى مثل هذه التصريحات، وأنها عبارة عن أمور مخطط لها سلفا حتى يتم إتلاف العلاقات بين ما تبقى من علاقات بين لبنان وبين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب. لذلك أنا أتصور أن من المهم جدا في المرحلة القادمة أن يعي اللبنانيون، أنا أتحدث مع الطبقة السياسية، هذه طبقة يعني باتت عميلة بشكل كبير جدا، وكما ذكر الضيف من لبنان هي لا تريد أن تقوم بأي إجراء، لأن في الواقع لو تحدثنا حتى عن رئيس الجمهورية وحزب الله يحميه في الواقع، وهناك شراكة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله من أجل استمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه. بالتالي هل الشباب اللبناني، لنقل القوى السياسية الواعية في لبنان والتي في الواقع لا تملك شيئا في الوقت الحالي، هل تستطيع أن تفرض واقعا مختلفا في لبنان في ظل وجود حزب يرفع السلاح في وجه الدولة ويهدد كل من حتى ينتقده بالكلام؟ أنا أعتقد أن نحن أمام معضلة كبيرة جدا. دول مجلس التعاون من واجبها في الواقع أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية نفسها، بحماية شعوبها، بحماية مقدراتها، ولكن سوف يبقى لبنان بعيدا عن عمقه العربي، عن عمقه الاستراتيجي، بعيدا عن العلاقات المثمرة التي من شأنها أن تساعد الشعب اللبناني على التنمية وعلى الازدهار وعلى التقدم، وفي نفس الوقت تساعد على حفاظ لبنان على علاقات طبيعية جدا مع جيرانه. الوضع الآن لا يشي بذلك. لذلك أستاذ وليد، وأختصر حتى أترك الفرصة لغيري، بأن هذه الإجراءات هي كانت إجراءات مهمة وضرورية من أجل تسجيل الموقف ومن أجل أن يعي الكثيرون في لبنان بأن دول مجلس التعاون سوف لن تقف متفرجة، ونحن نستمع إلى مختلف الإساءات التي تصدر من شخصيات يقال أنها لا تمثل الحكومة في حين أنهم وزراء وعينوا بموافقة من رئيس الجمهورية، ولكن سوف تبقى مشكلة لبنان معقدة طالما استمر هذا الاحتلال الإيراني للبنان والذي يتحدث عنه الإخوة الضيوف من لبنان.
شكرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التحليل القيم وموضوعي لهذا الامر. اذا فيني اعمل مداخله صغيره بس. تفضل استاذ وليد. تفضل. يعني الكلام جدا مهم من الدكتور شليمي والدكتور من المملكة، ولكن القرارات مجلس التعاون هي مهمة جدا، حقيقة مهمة جدا، وهي قرارات مثل ما قال الضيف انه هي اجراءات دبلوماسية ربما، يعني هي نوع من الانذار الى اين ممكن ان تذهب الامور. ولكن انا اعود وانطلق من كلام معالي السفير وليد البخاري سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، واعلن ذلك من قصر بعبده، يعني من قصر رئيس الجمهورية ميشيل عون حليف حزب الله، من أن استقرار لبنان هو بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559. القرارات الخليجية اللي يعني اللي أو الإجراءات الخليجية مجلس التعاون الخليجي وإجراءات المملكة العربية السعودية والكويت مؤخرا سوف تساعد الأحرار في لبنان، وسوف تساعدهم من خلال الوصول إلى اتخاذ قرار داخل الجامعة العربية، داخل الجامعة الدول العربية، ووصولا إلى الأمم المتحدة، وهذا ما طالب به البطريرك الماروني، حياد لبنان وتطبيق القرارات الدولية. هذا الضغط نعم سيساهم وسوف يساعد لبنان على الخروج من الهيمنة الإيرانية أو الاحتلال الإيراني. وأتفق كليا مع الأستاذ نوفل ضو، هذه يعني معاناة الأخوة الخليجيين على ما أعتقد مع اللبنانيين، مع الطبقة السياسية في لبنان، أنهم طرف معادي ويشهر هذا العداء بشكل واضح ويتآمر ويحاول المس بأمن هذه الدول إضافة للمخدرات إلى آخره، وهناك فريق آخر يحسب مبدئيا على المحور العربي هو محور فاسد، يعني كل شيء كل عمل يريد أن يقوم به يتم تحويله إلى تسول، يعني الحصول إلى أموال من دول الخليج بحجة مواجهة حزب الله إلى آخره. من هنا أنا أقول قرارات المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي نعم يفيد لبنان، وبصورة خاصة إذا وصلنا إلى ضغط أكبر من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة على تطبيق القرارات الدولية. يعني نعم. هذا أنا شخصيا كنت بإحدى مقابلاتي على قناة في لبنان، قلت كيف يمكن لرئيس فرنسا على الأقل عندما يتحدث عن لبنان لا يطالب بتطبيق القرارات الدولية، لأنه الهم الرئيسي الفرنسي هو عقود النفط وليس يعني استقرار لبنان أو هيمنة حزب الله. وكلنا يعلم أن فرنسا اليوم، أقول هذا الكلام من أجل التنبه، أن فرنسا اليوم هي الدولة الأوروبية الوحيدة تقريبا التي ترفض تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية وتفصل بين الجناح السياسي والعسكري، بالرغم من أن بريطانيا صنفتهم بالإرهاب وألمانيا. هذا المجهود الأساسي الذي نعم يساهم مجلس التعاون الخليجي وعدم المراهنة على هذه الطبقة السياسية التي ستحول كل شيء إلى تسول مالي، فلتطرد هذه، يعني العدو والمتسول يجب أن يطرد ويترك الخيار للشعب اللبناني، وأنا أعتقد أن الغالبية العظمى هم من الأحرار الرافضين للاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله وسلاح حزب الله على لبنان. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنتقل للدكتور عبد الرحمن العناد. الحقيقة بأخذ من كلام السيد بديع قرحاني اللي قالوا أن بندقية حزب الله هي من أتت بالسيد نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء ورئيسا للحكومة، ويعني فكت الأزمة اللي كانت تعيشها لبنان فيما يتعلق بأن هم وجدوا مخرج لاستقالة السيد سعد الحريري. الأزمة الأخيرة اللي أثارتها التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين اللبنانيين، بطرح على حضرتك سؤال دكتور عبد الرحمن العناد، أليس كان من المفروض على السيد نجيب ميقاتي أن يقدم استقالته تضامنا مع دول مجلس التعاون الخليجي وأن يسجل موقف تاريخي له بأن ينأى بنفسه عن هذا الأمر؟ ما رأيك في ذلك؟ اسمح لي أعلق على بعض النقاط اللي ذكرها الزملاء الأفاضل بسرعة ثم أعود لهذا السؤال المهم. تفضل. أولا يعني أنا أفضل دائما أن نقول بأن حزب الله يسيطر على لبنان وإيران لا تحتل لبنان، وليس صحيحا أن إيران تحتل أي دولة من الدول العربية. المؤلم أنها لا تحتلها، هي لو تحتلها لكان أقل إيلاما لنا، إنما هي تسيطر عليها بالوكالة من أبناء البلدان نفسها لتحول هذه الدول إلى دول فاشلة، سواء كانت العراق أو لبنان أو اليمن، ومن ثم سلخها عن محيطها العربي. وأعتقد للأسف الشديد أن أبناء البلدان نفسها يساعدون إيران في تنفيذ هذه الأجندة التي ربما تكون مدعومة من أجندات دولية أخرى
تحاول تمزيق العالم العربي واللحمة العربية والدول العربية. هذه نقطة. النقطة الثانية طويل جدا، أنا عجبني يعني ثقته بأنهم يستطيعون، بأن اللبنانيون يستطيعون ولكنهم لا يريدون. إذا كانت هذه المشكلة فهذا يعني أن الموقف السعودي وموقف دول مجلس التعاون صحيح 100% لإرغامهم، لتحريك الإرادة اللبنانية لكي يتحركوا، لدفعهم للتحرك. هذا يعني أنهم يستطيعون، ومثل هذه القرارات التي تتخذ ضد لبنان أو ضد الشعب اللبناني أو ضد الحكومة اللبنانية، هذه ربما تساعدهم للتحرك إلى الأمام والتقدم للأمام، لتكون لديهم الإرادة والعزيمة لمواجهة حزب الله وهيمنته. في مسألة كان يعني الأفضل أقلها كانت استقالة مباشرة من المذيع الوزير، أقلها وبسرعة، لأن الآن ما تنفع، الآن يعني لن تدي، انتهى اكسباير. لما هو استقالته غير واردة لسبب، هو أساسا أراد أن يشعل، يعني أن يشعل الأسف. لا المشكلة أنه أراد أن يبتز يقول أنا لن أستقيل إلا إذا كان عندي ضمانات، لأن الأمور تعود لمجاريها كما كانت، يعني وكأنه يتشرط أيضا حتى في الاستقالة. رئيس الحكومة ميقاتي فعلا تأخر كثيرا، الآن ينطبق عليها المثل too little too late. نحن نريد أكثر الآن من رد الاعتبار، نريد تحرك من لبنان، نريد عودة لبنان وسيادة لبنان وحكومة لبنان وإرادة لبنان وشعب لبنان، والتخلص من الهيمنة والسيطرة الحزبوية في لبنان. هذا ما يراد، ولكنه أقل الأشياء المطلوبة، أن يستقيل الحكومة، لأنه من البداية يعني المذيع الوزير قال بأني أنا لا يعني لن أستقيل إلا إذا طلب مني رئيس الحكومة. المشكلة الحزب اعترف، الحزب هو من رفض استقالة الوزير المذيع. هذه كارثة أخرى، لأنه أيضا يعني سحب نية الاستقالة لأن الحزب قال له لا. يعني أعتقد يعني حتى مجرد الاستقالة الآن من وزير أو حتى من الحكومة اللبنانية لن تكفي، وأعتقد أن الأمور يجب أن تتأزم أكثر، مع كل أمانية أن لا يتأثر الشعب اللبناني نفسه. أنا يعني مع التصعيد السياسي، ولست مع التصعيد الاقتصادي الذي يضر بالشعب اللبناني أو الجالية اللبنانية في المملكة أو في دول الخليج العربية. يجب أن نحافظ على مصالح الإنسان اللبناني أينما وجد، داخل لبنان وخارج لبنان، لكن أي ضغوط نستطيع أن نمارسها الحكومة اللبنانية لكي نحن مع أي إجراءات من هذا القبيل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على طرح حضرتك. أنتقل للسيد نوفل ضو، ما رأي حضرتك في مسألة أن هل تكفي مسألة استقالة الوزراء أو استقالة رئيس الحكومة لحل الأزمة الخارجية اللبنانية؟ أنا أقول بأنه التعاطي مع الموضوع من زاوية استقالات أو تغيير أسماء يعني موضوع لا يعكس حقيقة الأزمة القائمة. اليوم لنفترض أنه استقال جورج إرداحي أو أقيل جورج إرداحي، سيأتي مكان جورج إرداحي آخر، وبالتالي المشكلة هي في هذه المنظومة وفي هذا الواقع الذي أصر على أنه واقع احتلال، ولو لم يكن هناك جنود إيرانيون منتشرون في الساحة اللبنانية. المشكلة هي في مقاربة مختلفة تماما، وهذه المقاربة تقول بأنه علينا أن نغير كل الأساليب التي اعتمدت في التعاطي مع الأزمة اللبنانية سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي. في الموضوع الاقتصادي مثلا، عندما يقال بأن هذه التدابير وبأنه لا يجب أن نسيء إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لأن هناك مصلحة اقتصادية، أخي آخر همي أنا اللبناني، وأنا يمكن الوحيد بيناتكم المسيحي الماروني، آخر همي المال. أنت الوحيد العروبي يا أستاذ نوفل. أنا ما يهمني هويتي
وعائلتي. يعني عندما تقول يعني أنا أشبه الواقع، عندما نهدد أو عندما نشير إلى اللبنانيين أو نخيفهم بالموضوع الاقتصادي، كأنك تقول لشاب أنا أسلخك من عائلتك، أضعك في ميتم، في مركز رعاية، أعطيك كل ما تريد من أموال، ولكن أنت بلا هوية، أنت بلا عائلة، أنت بلا أصدقاء، أنت بلا محيط. ماذا تنفع الأموال في هذه الحال؟ أنا ما يهمني أن أستعيد الموقع السياسي والموقع الثقافي والحضاري الذي بني على أساسه لبنان. الأستاذ بديع تحدث عن أنه أول سفير للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة كان السفير جميل بارودي، وهو لبناني مسيحي. أنا أقول أكثر من ذلك، لبنان بني على تفاهم بين البطريرك الماروني اللي يسلح ويك والملك عبد العزيز. لم تكن المملكة العربية السعودية قد قامت كدولة بصيغتها الحالية، كان الملك عبد العزيز في طور توحيد المملكة في العام 1920-1921 عندما تولى أمين الريحاني نقل الرسائل المتبادلة بين البطريرك. كان هناك رمزان في المنطقة لاستقلال الدول، الملك عبد العزيز والبطريرك الحويي. كل الآخرين كانوا يذهبون في اتجاه توحيد مصطنع، إزالة الحدود، عدم احترام الكيانات. كان هناك رجلان في هذه المنطقة يحترمان الحدود والكيانات والدول، الملك عبد العزيز والبطريرك الحويي. أنا أريد أن أعود إلى تلك الفترة التي بني عليها لبنان، بني فيها لبنان، بنيت فيها العلاقات اللبنانية السعودية، هذه الصيغة من التفاهم الإسلامي المسيحي، هذه العروبة الحضارية التي نشهد اليوم أبهى حللها في الخليج عندما تقوم هذه الدول بتجديد مفهوم العروبة، بعيداً عن الأيديولوجيات، بعيداً عن كل الأخطاء التي ارتكبت في خلال القرن الماضي. هناك منظومات جديدة، هناك نظرة جديدة، هناك رؤى مبنية على المصلحة الإنسانية، مبنية على الثقافة للجميع، على السكن للجميع، على الطبابة للجميع، على الثقافة للجميع، على الانفتاح. أنا أقول بأنه نحن نشهد، وأنا أقول بأنه يعني أطلق نظرية تقول بأنه نحن في زمن العوربة، وهي النسخة العالمية أو النسخة العربية من العولمة. وبالتالي هذا ما يخسره لبنان في هذه المرحلة، ألا يكون شريكا مع المملكة العربية السعودية في مشروع تطوير الإنسان وليس في موضوع الاستفادة من المال، ألا يكون شريكا مع الكويت، مع سلطنة عمان، مع الإمارات العربية المتحدة، مع البحرين، مع قطر، وحتى مع مصر. لقد نجحت مصر في تقديم أسلوب جيد مع أنها ليست من دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أقول أن هناك منظومة عربية فاعلة اليوم، هي منظومة 6+1، مجلس التعاون الخليجي زائد مصر. لماذا لا يكون لبنان هو الدولة السابعة في هذا الموضوع؟ هذا الطرح الذي يحرر لبنان، هذا الطرح الذي ينقذ لبنان. لنبدأ من الطرح، وأنا أعدكم والأستاذ بديع يعرف، إذا الله راد وإذا شاء الله في شهر 12 أو في شهر 1 سنطلق من لبنان مؤتمراً عربياً، مؤتمراً لبنانياً يوضح كل هذه الأمور، ويطلق مشروعاً عربياً من لبنان، يطلق مشروع لبنان العربي الجديد، مفهوم جديد للعروبة يتبناه اللبنانيون كما سبق أن فعلوا على مدى مئات السنين الماضية، في أن يكونوا المبادرين إلى طرح مفهوم جديد للعروبة، إلى طرح مفهوم جامع للعروبة، إلى مفهوم حضاري يواكب العولمة. سنقوم بذلك وسنثبت بأننا قادرين، وسنثبت بأننا لن نقبل بأن نكون رهائن عند الإيرانيين، ولا أسرى عند الإيرانيين، ولن نقبل بأن تغير هويتنا وأن نصبح لقطاء سياسيين في هذه المنطقة. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. بنتقل، بأخذ من كلام حضرتك وانتقل للدكتور فهد الشليمي حول عروبة لبنان. ما ذكره السيد نوفل ضو نضيف عليه، بعض المراقبين والمحللين بيروا أن مجلس التعاون الخليجي له دور أكبر، وعليه ألا يترك لبنان وعروبة لبنان فريسة لإيران في مسألة الإجراءات التي تم اتخاذها، وبالتالي فإن دول مجلس التعاون لا تستطيع في الوقت ذاته أن تصمت إزاء التصرفات غير المسؤولة من المسؤولين الإيرانيين، وفي ذات الوقت يلومها البعض أو ربما يعني يتطلع البعض أو يرجو منها ألا تترك لبنان فريسة لإيران وحزب الله واستقطاب المعسكر الآخر. ما رأي حضرتك في هذا الأمر حول مسألة عروبة لبنان؟
الشعب اللبناني من أذكى الشعوب، ولا يمكن أن نراهن على عروبة لبنان. يعني لبنان بلد عروبي وبلد الحقيقة مواقفه الحقيقة معروفة، وكان يعني من الدول التي تعتبر منارة، وإن كان الحقيقة التقسيم الطائفي أضر بالديمقراطية اللبنانية. لكن أنا أعتقد هناك رأيين. الرأي الأول يقول: لماذا تنسحبون يا دول الخليج وتتركوننا لوحدنا وحزب الله يدعمه إيران وبالتالي يصبح دوره أقوى؟ المدرسة الأخرى، الرأي الآخر يقول لك: نحن معكم منذ 50 سنة، منذ 1966، منذ مؤتمر لاءات الخرطوم هناك دعم، وكان حزب الله أيضا، كنا واقفين مع حزب الله، وكان يطلق الصواريخ على إسرائيل وتضرب محطات الكهرباء ويتم تعميرها الحقيقة بالجهد الخليجي. لكن لم نشاهد الحقيقة إجراءات في إيقاف زحف وتمدد حزب الله السياسي. ما شاهدنا السياسيين اللبنانيين، شاهدناهم يتوافقون معه، ولم نشاهد الحقيقة سياسيين لبنانيين يعترضون على إرسال خبراء الإرهاب من حزب الله إلى دول الجوار. ما شاهدنا حد طلع، ولم نشاهد الحقيقة قوات الأمن اللبنانية تروح المزارع وتحرق مزارع الحشيش والخشخاش الموجود. بل على العكس، البي بي سي أظهرت في برنامج مواطن لبناني رئيس عصابة بكل وضوح يوريهم مزارع الحشيش والخشخاش. وأنا أقول لك، هذه المزارع الحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن أمن لبنان، رئيس الجمهورية هو مقسم أن يصون الأمن اللبناني، رئيس الوزراء أيضا مقسم، أعضاء البرلمان أيضا مقسمين. هذه كلها شواهد نشاهدها. أعطيك مثال ثالث: إحنا في الكويت اللي يأتي في لبنان عليه علامة استفهام ويتم التدقيق على أمتعته، لأننا نعرف تماما أن هناك انتشار كبير للمخدرات. صح أن هذه المخدرات تستهدف أيضا الشعب اللبناني، لكن لم نجد الحكومة اللبنانية وهي موقعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية الأمنية لمكافحة المخدرات، لم نجد من الحكومات اللبنانية المتعاقبة أي ردع، لم نجد من الحكومات اللبنانية أي إدانة لحزب الله في إرسال خبراء. خبراء في اليمن يتكلمون لهجة لبنانية، شفناهم في الإعلام في الأشرطة المستولى عليها يقولون سوف ننفذ عمليات في العمق السعودي، هذا واضح. وشاهدناهم الحقيقة في هجومهم على مملكة البحرين. البحرين هذه الدولة الصديقة يعني تملأ بالمتفجرات، وتجد في النجف من يشتمها، وفي بيروت من يتحدث، غير مقبول هذا. لذلك يعني هذا الموقف ليس الحقيقة إضعافا للسياسيين اللبنانيين اللي يؤيدون عروبة لبنان والبعد عن الفرسنة عن إيران، لكن لم نشاهد من السياسيين من يتحرك. صدق جعجع، سيد جعجع هو أكثر واحد كان واقف ضد حزب الله وهذا الموقف. هو الذي أتى من شال عام، هو الذي أتى من، هو اللي جاب ميشيل عام. المهم أنا لا يعني عمليا لا تستثنوا أحدا. عندما يبدأ الاستثناء في هذا الموضوع معنى ذلك أن نعود إلى منطق التسويات. السادي الفاضل، إحنا هو لكون السياسي رفع شعار أنا أو لا. هو شوف، السياسي تحكم على كلامه من التصريحات. إحنا ننتقل الآن من التصريحات. صديقي من التصريحات، أيوة. وليس من التصريحات. التصريحات هي الحقيقة التي تدين أكثر، هي التي تظهر للإعلام. أما التصرفات واللعب تحت الطاولة، هذا الحقيقة يعرف المتخصصين، لكن الدول تطلع في بيان. لم نشاهد هؤلاء السياسيين أظهروا بيانات. صار كل شيء مكشوف يا دكتور فهد. صار كل شيء مكشوف. أنا عارف. الآن إحنا نعمل جرد حساب. صحيح. أنتم عرفتوا هذا الآن. الآن خلينا نبدأ من الانطلاقة الجديدة، وفي ندوتنا هذه أتمنى على السياسيين اللبنانيين أن الحقيقة يعني بالذات أنا أحمل رئيس الجمهورية سيد ميشيل عون ومن أتى به الحقيقة ومن انتخبه مثل ما يقولون كلهم يعني كل يعني شوف شعاركم هذا كلهم يعني كلهم وصلنا بالخليج ووصل أمريكا الشمالية شعار اللبنانيين لما خرجوا في الساحات كلهم يعني كلهم لكن كان هناك تفتيت وتميع للقرار. أنا أعتقد
القرار بيد اللبنانيين. اللبنانيين يعني ناس فاهمة، ناس عارفة، رجالا ونساء، وعندهم الجرأة وعندهم السقف العالي في الطرح، وهذا شيء مجد. الآن نريد حلول. ما هي الحلول لتقليل نفوذ حزب الله في لبنان؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما هي الحلول لجعل حزب الله لا يتدخل ولا يكون مخلب قط لإيران في لبنان؟ رقم ثلاثة، ما هي الحلول الحقيقة لجعل حكومة لبنان تقوم بردع المخالفات التي اعترضت عليها الحكومة الكويتية، حكاية الكبتاغون والحبوب المخدرة؟ ما هي الحلول لمنع تجاوز حزب الله الإقليم اللبناني إلى دول عديدة؟ يعني هذه كلها تجعل الحقيقة الحكومة اللبنانية التي تعارض عليها الحقيقة أن تستقيل وأن تقول إذا أنتم بتديروا البلد تفضلوا أنتم ديروا البلد. وبالتالي الجمهور يحمل المسؤولية لحزب الله ومن تحالف معه. لكن في الواقع الحال أنا أعتقد من المصلحة اللبنانية أن يتكاتف كل اللبنانيين حتى الفرقاء بينهم لإنقاذ ملايين اللبنانيين وإنقاذ الحقيقة. حتى الدواء، دواء ما فيه، أكل ما فيه، وقود ما فيه، هذا هو الحصاد الإيراني. بالتالي يعني يتحمل الحقيقة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وحزب الله للأمانة يتحملون هذه المسؤولية، أنهم أوصلوا لبنان إلى هذا المستوى السيء. شاهدنا لبنان اللي رمز النظافة ورمز الاتيكيت ورمز، نجد شعبه يطلع يقول والله ما عندي أكل في البيت، ما عندي. اللبناني عمره ما يشتكي يقول أنا ما عندي أكل في البيت لو نجعان، لكن فاض فيهم. طيب كيف نترجم هذه الشكاوي إلى أعمال سياسية، إلى واقع سياسي موجود؟ أنا أعتقد لازم يكون فيه مشاركة، ولازم الناس تتحمل المسؤولية، وإذا لم تتحمل المسؤولية شكوى إلى محكمة العدل، شكوى إلى طرح ثقة في الرئيس اللبناني، حل البرلمان، وريفر، يعني على الأقل يتغير هذا الواقع. لأن حالة الستاتس كو هي اللي الحقيقة بتأثر على المواطن اللبناني وليس على السياسي اللبناني. الإجراءات أو التوصيات اللي الندوة ممكن تقدمها لمراكز صنع القرار من أجل عودة العلاقات الخليجية اللبنانية، ومن أجل الحفاظ على هوية وعروبة لبنان، ومن أجل تحييد حزب الله وميليشيات إيران في المنطقة. تفضل حضرتك. أنا أعتقد يعني الشكاوي القضائية على من تسبب بالضرر على الشعب اللبناني، يعني ممكن إذا حسب الدستور اللبناني يتم هناك شكاوي ضد مسؤولين وضد أحزاب موجودة، أو شكوى على أشخاص بصفتهم ضد حزب، ضد نصر الله، سيد نصر الله بصفته أمين عام حزب الله الذي تسبب بهذا الضرر، هل هذا ممكن قضائيا؟ وبالتالي هذا يبين رفض كبير الحقيقة للشعب. النقطة الثانية، تحرك وزارة الداخلية اللبناني والدرك اللبناني والجيش اللبناني لمنع مصادر تمويل المخدرات، وهو حرث المزارع والحشيش. النقطة الثالثة، وجود حملة دبلوماسية لبنانية الحقيقة لطلب المساعدة في إعادة الأمور. النقطة الثالثة، محاكمة الحقيقة كل من تسبب في تفجيرات مرفأ بيروت، يعني هذه كارثة خطيرة. الدم اللبناني رخيص لهذه الدرجة، وبالتالي يجب أن تكون في محاكمة، ويجب أن ترفع إلى القضاء الدولي. لو لم يستطع القضاء اللبناني أن يقوم فيها، هل هناك طريقة، والمتخصصين في القانون الدولي في لبنان ما شاء الله كثر، هل هناك طريقة أن تكون هناك محكمة تقوم بحماية الضحايا اللي قتلوا أو استشهدوا في مرفأ بيروت؟ أعتقد هذه هي ممكن تؤثر على سيطرة حزب الله والأحزاب المتعاونة معه. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. بنتقل للدكتور محمد مبارك جمعة. في رأيك حضرتك أبرز التوصيات اللي ممكن نخرج بيها لعودة العلاقات الخليجية اللبنانية، وفي نهاية الوقت الحفاظ على سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة مع توجيه أبواق إعلامية من داخل لبنان بتؤجج، تسعى لتأجيج التوتر في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في البحرين. تفضل حضرتك. نعم، هو طبعا أنا أعتقد مهم جدا تسليط، لابد من محاصرة حزب الله ومحاصرة جميع القوى السياسية التي تدور في فلك هذا الحزب. يجب محاصرتها من الناحية الإعلامية،
يجب تسليط الضوء على هذه الهيمنة وعلى هذا التغلغل الإيراني في لبنان، ليس من خلال الإعلام التقليدي أستاذ وليد، أنا أتحدث عن محاصرتهم من خلال الإعلام الإقليمي، الإعلام المحترف بشكل مكثف، بحيث يعني يتم إبراز مدى خطورة هذه القضية. لأنه للأسف الشديد يعني أنت اليوم حتى حينما تتحدث مع يعني من هم يعملون ضمن الفئة السياسية في لبنان، هم ينكرون أصلاً أن حزب الله هو حزب إرهابي، ينكرون أنه يقوم بعمل خاطئ، هم يرون بأنه حزب مقاومة وممانعة، هذا ما يرونه. هم أساساً لا يتفقون معنا في النظرة إلى هذا الحزب. لابد أن أتصور في بالدرجة الأولى تسليط الإعلام بشكل يعني معمق ومكثف على المشكلة اللبنانية، وفي مقدمة يعني عناصر هذه المشكلة حزب الله والنظام الإيراني. يعني المهم جدا أن تكون هناك رسائل إعلامية مكثفة مزعجة بالنسبة للحزب ومزعجة بالنسبة للنظام الإيراني، تكشف مدى يعني فداحة المشكلة التي نعيشها. الجزئية الأخرى، من المهم في الواقع استنهاض القوى الصامتة في لبنان. يعني إذا كان هناك من يستطيع أن يوصف لنا الوضع داخل لبنان، وكما تفضل الضيوف من لبنان، بأن القوى السياسية هي قوة مفقود الأمل فيها في الواقع، أولا هي إما أنها لا تريد أو أنها عاجزة أو أنها متواطئة في الأساس. طيب النخب الباقية أو ما يسمى بالأغلبية الصامتة، هذه لابد أن يكون هناك دعم لها، لابد أن يوجه خطاب إعلامي لاستنهاضها، وإلا فإن مشكلة لبنان سوف تستفحل. المسألة ليست في الحديث الآن عن عودة العلاقات أستاذ وليد مع لبنان، أعتقد أن المسألة يعني حديث عن هذا الأمر هو سابق لأوانه ومبكر جدا، للتو فقط تم سحب السفراء وطرد السفراء، وأيضا يعني ما معناه إيقاف الواردات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية وربما دول أخرى في المنطقة الخليجية. الحديث لابد أن يكون عن زيادة هذه الإجراءات وممارسة ضغوط أكبر، من أجل أن يفهم رئيس الجمهورية في لبنان والحكومة، ويفهم حزب الله أن دول الخليج تعني ما تقوله، أن المسألة ليست مسألة يعني بوسلعة وفترة بسيطة وتعود المياه إلى مجاريها. لابد أن يكون هناك إمعان في الإجراءات. وأنا صراحة في الواقع أنا سعيد بأن أسمع من الأخوة في لبنان يعني تشدد في الطرح أكثر من ما نطرحه نحن. لماذا؟ لأنهم هم مدركون لحجم المشكلة. يعني حتى وإن كنا نحن في منطقة الخليج نعاني من تدخلات حزب الله، نحن في البحرين، يعني المسألة ليست فقط مسألة إعلام أستاذ وليد، أن هناك قنوات في لبنان تبث دول ضد، يا ليت المسألة تقف عند هذا الحد. نحن نتحدث عن آلة عسكرية إرهابية في لبنان تعمل ضد والمجلس التعاون ميدانيا. الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كل خطاب يخصص يعني جزء للحديث عن مملكة البحرين، يرسل المقاتلين إلى 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 اليمن من أجل ضرب المملكة العربية السعودية، إدخال المتفجرات والأسلحة والمواد الكيميائية لمملكة البحرين، وأيضا الخلايا التجسسية في الكويت وإلى ما ذلك. لذلك أنا أتصور أن هذه النقاط الثلاث، الإعلام، استنهاض داخل اللبناني، وزيادة الإجراءات التي تضغط على لبنان من أجل استنهاض هذا الداخل، أعتقد أمر مهم جدا لحلحلة الموقف بشكل الذي ربما تنتج عنه نتيجة يعني تسهم في إعادة لبنان إلى وضعه الطبيعي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على طرحك القيم. بنتقل للدكتور عبد الرحمن العناد، رأي حضرتك التوصيات اللي تخرج بها الندوة من أجل عودة العلاقات اللبنانية الخليجية والخليجية اللبنانية تحديدا إلى مجريها، أو تعود العلاقات تكون طيبة، وفي سبيل ذلك الحفاظ على سيادة دول مجلس التعاون زي ما ذكرنا، وفي نفس الوقت مواجهة ومجابهة أي خطورة أو أي ضرر يلحق بدول مجلس التعاون من ميليشيات إيران لا سيما حزب الله. تفضل حضرتك. خليني يعني أؤكد وأثني على ما تفضل فيه الدكتور محمد، لأن واحدة من أكبر مشكلات بعض الدول ودول العالم الثالث تحديدا، وحتى في الواقع في الدول الغربية، هو الصمت.
صمت الأغلبية أو الأغلبية الصامتة أو ما يسمى بسبايرال أوف سايلنس، دوامة الصمت، لدرجة أن الرأي الظاهر ويكون في الغالب رأي أقلية يعتقد بأنه رأي الأغلبية وهو الرأي الداعم لحزب الله، يعتقد لأنه هو الصوت الأعلى وليس الصوت الأكثر. وهذه مشكلة، لأن إذا استمرت spiral of silence، دوامة الصمت بهذا الشكل، هذا خنوع، هذا أقل من قضية أن توجد إرادة أو لا توجد إرادة، هذا جبن، هذا خوف. وللأسف الشديد إذا كان يعني يصمت بعض النخب وبعض القياديين وبعض الإعلاميين وغيرهم خوفا من إعلان الصوت المضاد لحزب الله وهيمنة حزب الله. المطلوب إذن رفع صوت الشارع، صوت الشعب، صوت النخب السياسية بصوت عالي ضد الحزب إذا كانوا يشعرون بالمشكلة. أما إذا كانوا لا يشعرون بالمشكلة فتلك مصيبة أعظم. يعني إذا كانوا شاعرين بالمشكلة ساكتين فتلك مصيبة، إذا كانوا ما يشعرون فالمصيبة أعظم. فمهم إذن صوت الشارع وصوت الشعب. الأمر الثاني، أنا أعتقد أن على النخب أو خليني أقول الجالية اللبنانية في دول مجلس التعاون دور كبير في ممارسة الضغط الثقافي والإعلامي والسياسي بالتواصل مع النخب اللبنانية داخل لبنان لإحداث القرار، ليكون لهم صوت مسموع وهم الداعم الأساسي بتحويلاتهم للاقتصاد اللبناني. طبعا من المؤمل أن تكون هناك استقالة بأي حال من الأحوال للحكومة الحالية. أعتقد أنها أيضا هذه الحكومة انتهت وينبغي أن تستقيل، وينبغي فعلا أن تشكل حكومة كفاءات وطنية غير محسوبة على المحاصصة الحزبية والطائفية، وتكون فعلا يعني حكومة مستقلة كما يراد لها وكما يريدها الشارع اللبناني والشعب اللبناني. من التوصيات اللي أؤكد عليها وأتمناها في دول مجلس التعاون هو عدم المساس بمصالح الجالية اللبنانية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم يعني إعطائهم أي إشارة بأن هناك اختلاف في معاملتهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية الصادرة من الديوان الملكي ومن وزارة الخارجية السعودية ومن كافة دول مجلس التعاون الخليجي. فتلك قضية إنسانية وقضية أخوية تدخل في حقوق الإنسان وحقوق الإنسان اللبناني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبنتقل السيد نوفل ضو ومن بعده السيد بديع قرحاني، وبشكرهم على طرحهم المتميز في الندوة. ولكن قبل ما أنتقل لهم الحقيقة أنا عايز أسأل سؤال وبعد كده عايز توصياتكم إن شاء الله. بصراحة أنا أستغرب من موقف السيد نجيب ميقاتي. أنا أعتقد من وجهة نظري المتواضعة أنه بيورط نفسه في التعامل مع أحزاب وكيانات لن تفيده، وتضع زي ما بيقولوا العصا في العجلة زي ما بيقولوا، وبالتالي لن يحقق أي إنجاز. فأنا لا أدري حتى الآن لماذا هو مصر للتمسك بالمنصب. يعني أطرح هذا السؤال عليكم، هذا الاستغراب اللي أنا استغربه. أكيد أنتم زي ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، وأتمنى أحصل منكم على توصيات لندوتنا. تفضل السيد نوفل ضو. أستاذ وليد، أولا بموضوع الرئيس نجيب ميقاتي، موضوع الرئيس نجيب ميقاتي ينطبق على كل سياسي وحزبي في لبنان يريد الوصول إلى السلطة في هذه المرحلة. المشكلة الأساسية تكمن في الشعار الذي رفع في لبنان لدى كل الطوائف بأن الأقوى في طائفته يحكم ويمثل طائفته. مجرد طرح هذا الشعار يعني أن هناك اعترافا من أصحاب هذا الشعار بأن الثنائي الإيراني، ولا أقول الثنائي الشيعي، الثنائي الإيراني في لبنان هو الذي يمثل الشيعة. وانطلاقا من هنا يصبح أي واقع سياسي في لبنان شراكة بين الطوائف اللبنانية والثنائي الإيراني، وبالتالي نصل إلى الثنائي الإيراني. أنا يعني أعرف الثنائي الإيراني حزب الله، الثنائي الطرف الآخر حزب الله وأمل، حزب الله نبيه بري وحزب الله وجهان عمة الأمل في واحد إيراني بلا كرافات وواحد إيراني بكرافات، نفس الشيء. وبالتالي هذا هو الواقع، والمصيبة تنطبق على الجميع،
لذلك أقول أنه من التوصيات التي أخلص إليها، أولاً توصيات بما يختص بنا كلبنانيين قبل الوصول إلى العراق، في مسؤولية نحن علينا أن نتحملها بالبداية، وانطلاقاً من تحمل مسؤولياتنا نطلب من العرب ماذا يمكن أن يفعلوا لنا أو كيف يمكن أن يساعدونا. بالدرجة الأولى هناك نخبة في لبنان سياسية وفكرية يجب أن تفكر بالعمل السياسي من باب صنع السياسات وليس من باب تولي المسؤوليات في هذه المرحلة بالذات. لأنه بالنهاية كل من يريد أن يتولى مسؤولية في ظل الظروف الراهنة سيكون مضطرا لقيام تسوية مع حزب الله، وبالتالي لتقديم تنازلات لحزب الله، ساعة يسمونها ربط نزاع، وساعة الاهتمام بمصالح الناس الحياتية والمعيشية، وساعة الوضع المصرفي، وساعة محاربة الفساد، كل هذا نتيجة إذا لم نزل الاحتلال الإيراني. كل هذه الأمور لا يمكن أن تعالج. اثنين، كيف يبدأ الحل في لبنان؟ يبدأ الحل في لبنان بقيام مشروع موازي للمشروع الإيراني. مشكلة كل الدبلوماسيين في لبنان وكل الذين يتعاطون بالشأن اللبناني، أول شيء بيجوا على لبنان بيسألونا شو هو مشروعكم؟ منقول لهم انتخابات. الانتخابات سلطة وليست مشروعاً وليست تصوراً سياسياً. أنا أريد أن أخوض انتخابات على قاعدة تصور سياسي. المشروع البديل لمشروع حزب الله في لبنان هو عروبة لبنان، أنا أسميه العوربة. سنطلق هذا المشروع ونشرح المفهوم الجديد للعوربة وكيف يمكن للبنان أن يكون شريكاً كاملاً مع العرب، وكيف يمكن للعرب أن يقودوا لبنان كما قادت ألمانيا وفرنسا الدول الأوروبية التي سقطت من منظومة الاتحاد السوفيتي واحتضنتها على قاعدة سياسية واضحة. مشروع مارشال الذي أعاد إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن مشروعا اقتصاديا، كان مشروعا سياسيا، وبالتالي علينا كلبنانيين أن نطرح مشروعا سياسيا وبعدها نرى كيف يمكن أن يمول هذا المشروع من العرب أو من غير العرب، من اللبنانيين أو من غير اللبنانيين. مشروع مارشال تم تمويله على أساس أن تقف أوروبا في وجه المد الشيوعي. اليوم إذا كنا نريد أن نبني لبنان عليه أن نبنيه على قاعدة مواجهة التمدد الإيراني والعودة إلى العروبة والعودة إلى قيام مؤسسات عربية ودولة ودول عربية قادرة على مواجهة النفوذ الإيراني. ثلاثة، أنا ما أوصي به عمليا بعد قيام مثل هذه الوقائع الجديدة في لبنان، عندنا فرصة في السنة المقبلة وهي وجود دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة للمجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لدينا فرصة إذا أثبتنا كلبنانيين أننا جادين في هذا الموضوع أن تنقل دولة الإمارات عبر مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية صوت لبنان المنادي بتحرير لبنان والمنادي باستعادة سيادة لبنان إلى مجلس الأمن الدولي. اليوم الدول الخمسة صاحبة العضوية الدائمة انسى، كلهم عاملين صفقات مع إيران، كلهم ملتهيين إما بانتخاباتهم وإما بمصالحهم. المصلحة المنفذ اللبناني إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمم المتحدة الآن هو دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة. أخيرا أنا أقول بأنه شهدنا خلال الساعات الماضية إعادة للعلاقات الحقيقية بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي. خادم الحرمين الشريفين أقدم بالأمس على خطوة رائعة في مفهومها ودلالتها وتوقيتها عندما منح الجنسية السعودية لستة من المفكرين اللبنانيين. أنا أعتقد أن هذه المبادرة أهم من كل السفراء وأهم من كل الرسائل التي تعطى. عندما تقدم المملكة العربية السعودية على إرسال مثل هذه الرسالة فهذا يعني أن الشعب اللبناني هو في قلب المملكة، أن الشعب اللبناني هو في قلب دول مجلس التعاون الخليجي. وأنا أشجع وأقول وأتمنى على خادم الحرمين الشريفين والسلطات في المملكة أن تكمل في إرسال مثل هذه الرسائل التي تشجع الرأي العام اللبناني وقادة الرأي على التمسك بموقفهم وتشعرهم بأنهم غير متروكين وتشعرهم بأن كل مبادرة يمكن أن يقوموا بها ستلقى الصدى الإيجابي في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية بشكل أساسي. شكرا. شكرا حضرتك على طرحك المتميز يا سيد نور الضوء، أشكرك شكرا جزيلا. سيد بديع قرحاني، السيد نوفل قال ان يعني ذكر ان الخسائر الاقتصاديه اقل شيء ممكن ينظر او اخر شيء ممكن ينظر اليه. انا عايز حضرتك من خلال التوصيات اللي حضرتك بتطرحها نتطرق الى مساله كيفيه حمايه خسائر لبنان او وقف نزيف الخسائر في لبنان ان امكن. يعني تفضل حضرتك.
يعني أنا مثل ما تحدثت في بداية الكلام لا أنطلق نهائيا من خلال اللغة المصلحية مع دول الخليج. يعني هذا المفهوم للأسف نسمعه كثير من سياسيين ووزراء من ضمنهم ممن هم محسوبين على المحور العربي من أنه سوف تتضرر المصالح اللبنانية وهناك يعني جالية لبنانية كبرى قد تتضرر من هذه المواقف. أنا ضد هذه اللغة المصلحية. هناك أعود السؤال، هل الشعب اللبناني هو شعب عربي ومع هذا المحور أم لا؟ هذا السؤال الأساسي، وأنا أعتقد أن الشعب اللبناني أجاب، وهذا بنسمعه بالشارع شبه يوميا. يعني عندما تدخل كل المناطق بكل الطوائف يثبت الشعب اللبناني من أنه شعب عربي ومتمسك بعروبته. هذا الموضوع يحتاج إلى بعض يعني العمل كما تفضل الأستاذ نوفل مما يحضر له حول مفهوم العوربة إلى آخره. ولكن لنعود إلى أرض الواقع، الحكومة بالمعلومات يعني نتحدث، الحكومة اللبنانية لن تستقيل. يعني الرئيس مئاتي لن يقدم استقالته بعد هذه الأخيرة، وهذا يعود إلى يعني من صنع هذه الحكومة. الذي صنع هذه الحكومة هم الفرنسيين والإيرانيين بموافقة أمريكية، وهو قبل أن يستقيل، وهنا أيضا أتحدث بالمعلومات، ربما أراد أن يستقيل بعد هذا يعني بعد كلام الوزير الإعلام قرداحي، ولكن من صنع هذه الحكومة طلب من رئيس مئاتي عدم الاستقالة. الأولوية بالنسبة لهذه الدول فرنسا وإيران والولايات المتحدة حاليا هو إجراء الانتخابات النيابية في شهر شباط أو في أيام المقبل يعني في أقصى حدود. الأمريكان يراهنون على أن المجتمع المدني سوف ينجح بإحداث بعض التغييرات. إيران تعتقد من أن الانتخابات لن تغير الكثير، وهذا المرجح. يعني قد يحدث بعض الخروقات تحديدا داخل الشارع المسيحي، وهنا دائما أتحدث مع الأستاذ نوفل وأقول للأسف الشارع السني لم يطرح البديل حتى الآن. هناك نوع من الضياع، فلنسمي الأمور كما هي. هناك نوع من الضياع، هل تخلى عنا دول الخليج؟ ولكن يعني كما سمعنا من الضيوف الكرام هذا الرقي والحرص على الشعب اللبناني، هذا أنا شخصيا كلبناني بيسعدني أسمع هالكلام. ولكن أنا أعتقد الشيء الذي يعني تستطيع الدول الخليجية أن تقدمه للبنان اليوم كما قلت هي خارطة الطريق التي وضعها خادم الحرمين الشريفين وذكر بها معالي السفير وليد البخاري هنا من قصر بعبدة، وهي خارطة الطريق لخروج لبنان من أزمته، وهي تطبيق القرارات الدولية. هذا مطلب وحق للدول الخليج، وتساعد الشعب اللبناني عوضا من الذهاب باتجاه حرب أهلية بين حزب الله والآخرين وتتحول فيما بعد إلى صراع مذهبي وطائفي قد لا نخرج منه بعشرات السنين، وهذه هي التجارب. وهناك يعني من خلال يعني استماعي للأخوة في دول الخليج يعني الموضوع هو أكثر تعقيدا حقيقة. يعني النظام اللبناني جدا معقد، لا يوجد شيء اسمه حكومة في لبنان، هناك حكومات في لبنان، كل وزير هو حكومة. يعني حتى بالتركيب القانونية والدستورية لهذه الحكومة هي ليست حكومة واحدة. إذا قرر غدا الثنائي الشيعي أو الثنائي الإيراني كما يحب الأستاذ نوفل أن يسميه قرروا الاستقالة أو الاعتكاف تتعطل الحكومة، وإذا فعل الموارنة أيضا نفس الموضوع والسنة نفس الموضوع. نظام لبنان هو نظام غير صالح غير قابل للحياة. من هنا أنا قلت أن لبنان هو مثل طفل الأنبوب الذي يحتاج دائما إلى رعاية. وإذا عدنا إلى الوراء نجد كل 10 سنوات أو كل 5 سنوات هناك أزمة كبيرة يمر بها لبنان تحتاج إلى تدخل خارجي. بدأنا باتفاق الطائف واتفاق الدوحة، ولا أدري الآن، أنا غير متفائل حقيقة. للأسف الشعب اللبناني أو المسؤولين في لبنان يعني غير قادرين على صنع نظام يصلح للحياة في هذا البلد. هو نظام أنا قلت في إحدى المقابلات هو شبيه بالسيسيليان على طريقة المافيا الإيطالية. هو نظام مافيوي، نظام عائلي مافيوي مثل القرود. يعني إذا اتفقوا بسرقوا البلد، وإذا اختلفوا بدمروا البلد. وهذه كل ما نشاهده اليوم، هل غدا إذا اتفق سمير جعجع وحزب الله على مقاعد معينة أو على انتخابات سوف نجدهم يلتقون، بيتفقوا أيضا غيرهم المستقبل. للأسف الوضع يعني هو المحزن أننا نفتقد اليوم في لبنان حقيقة شخصيات
مرموقة يعني تحديدا في الخارجية أمثال فؤاد بطرس وغسان تويني، أعتقد أنهم يتألمون عندما يشاهدون أمثال هؤلاء الأولاد الذين يمثلون لبنان اليوم، من وليد من الوزير كرداحي إلى أبو حبيب وزير الخارجية. يعني لدينا الشعور، أنا كلبناني كصحفي لدي شعور أن أستمع إلى أولاد شوارع وليس إلى وزراء، ولا يستحقون أن يكونوا في هذا المنصب، وربما أتى بهم حزب الله لأنهم هكذا لا يريد أن يكون للبنان وجهه الحضاري والثقافي الذي لطالما تميز به. أنا أشكر جدا ضيوف الأخوة من الخليج، وسعيد جدا بحياة يعني محبتهم لهذا الشعب وحرصهم على عدم المساس بهذا يعني بالوضع الاقتصادي لهذا الشعب، لأن هناك فعلا معاناة حقيقية. وأنا هنا يعني لو أرادت المملكة العربية السعودية والأخوة في الكويت والإمارات أن يسجلوا المساعدات التي تقدم سنويا للشعب اللبناني، للأسف حتى هذه المساعدات يتم التلاعب بها ويعني تدخل السرقات والسمسرات. للأسف هناك معاناة، يعني الموضوع يحتاج إلى إعادة تأهيل من الشعب بالدرجة الأولى ومن السياسيين الاثنين معا. ومن هنا أقول أن لبنان مجددا هو مثل طفل الأنبوب، نحتاج إلى رعاية دولية بوجود الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الوصول إلى نظام جديد يصلح للحياة بالدرجة الأولى لبلد بقلبه 18 طائفة، يعني الموضوع مش سهل، وعروبة هذا البلد الذي لن يستطيع لا الإيراني ولا حزب الله أن يغيره. يعرف الأستاذ نوفل مهما بلغت قوة حزب الله لن يستطيع تغيير هوية لبنان العربية، وإضافة إلى المذهبية المتوازدة في هذا البلد، لغاية بالرغم من قوة حزب الله لا يجرؤ أحدهم أن يأتي إلى منطقة في شمال لبنان. يعني هناك كان محاضرة لمستشار إيراني في السفارة الإيرانية، لم يجرؤ القدوم إلى مدينة طرابلس لإلقاء هذه المحاضرة بعد أن علم من أن أهل طرابلس يرفضون وجوده داخل هذه المدينة. الواقع الطائفي والمذهبي أيضا يحد من قوة حزب الله. يجب العمل على من أجل الوصول إلى نظام جديد يخرج لبنان من أزمته، وإلى الأبد مشكل 5 سنين وكل 3 سنين نقع بنفس المشكل. وأنا مع الإجراءات المشددة من الأخوة في دول الخليج، مثل ما بيقول المثل الشعبي، وجع ساعة ولا كل ساعة، ما بقى ينفع الترقيع، يلا منبوس الليحة وطال عمرك وأنتم الأخوة الكبار. هم يخدمون لبنان بتطبيق القرارات الدولية كما طرحها خادم الحرمين الشريفين وكما ذكر بها معالي السفير وليد البخاري، العمل داخل المجتمعات الدولية وكما تفضل الأخ الضيف من المملكة، العمل عبر وسائل الإعلام الدولية على تظهير هذا الوضع المأساوي الذي أوصل به حزب الله لبنان، ولكن لابد من تطبيق القرارات الدولية. أستاذ وليد، بس في ضيف تمني أخير على دول مجلس التعاون الخليجي، أن تحتض دول مجلس التعاون الأخرى غير المملكة حزو المملكة والقيام بأقرب فرصة ممكنة، كل دولة تمنح الجنسية جنسيتها إلى 5 أو 6 رموز من المقاومة اللبنانية للاحتلال الإيراني. أنا أتمنى أن تحضو دول الخليج كلها حظو المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة الرمزية التي من شأنها أن تعطي اللبنانيين دفعاً مهماً، وأن تثبت الروابط الأساسية القائمة بين الشعب اللبناني وشعوب دول مجلس التعاون الخليج. بشكر السادة الضيوف المحللين والخبراء على طرحهم المتميز والمعلومات القيمة والمتميزة اللي أمدونا بها وتوصياتهم المتميزة. بشكر الدكتور محمد مبارك جمعة، الدكتور عبد الرحمن العناد، السيد نوفل ضو، السيد بديع قرحاني، الدكتور بهد شليمي، بشكركم جميعا شكرا جزيلا، وإن شاء الله على أمل اللقاء في ندوات أخرى نسعد بلقائكم وتواصلكم دائما، وبنشكركم شكرا جزيلا. شكرا يا جماعة. أستاذ وليد وعلى الأخوة العاملين معك في التحرير وجريدة الوطن على تنظيم هذه الندوة القيمة في الواقع، وأنا متأكد أنه راح يكون بعد نشرها لها صدى إن شاء الله في دول الخليج إن شاء الله تعالى. وتحياتي للزملاء والأعزاء والأصدقاء من لبنان الشقيق. شكرا للجميع، فرصة سعيدة للجميع. فرصة سعيدة، شرفنا بكم. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. شكرا للجميع. مع السلامة.